يظهر أن ملعب تيزي وزو الجديد انتهت فيه الأشغال تقريبا بنسبة 99%، وهذا من خلال تثبيت وتركيب الكراسي في كافة المدرجات. وكما تشاهدون في الصورة التي هي أمامكم، فالمدرجات شبه مكتملة وبتنسيق رائع ورائع جدا ويعتبر احترافي. أما من ناحية تركيب الشاشة العملاقة فقد تم تركيبها وتم تشغيلها بنجاح، ولم يتبقى الكثير وتنتهي الأشغال فيها. أما أرضية الميدان التي هي أمامكم فكما تشاهدون في الصور أصبحت تجهز شيئا فشيئا، ويظهر أن عشب الأرضية سيكون رائع ورائع جدا. إضافة إلى ذلك فقد تم وضع العشب الاصطناعي في حواف أرضية الميدان، وقد تم الانتهاء من العملية بصفة رسمية. إذن يمكن القول أن ملعب تيزي وزو الجديد أصبح جاهز ولم يتبقى الكثير، ويتم تسليم الملعب بصفة رسمية. ما نتمناه فقط هو أن يتم الحفاظ على هذا الصرح الرياضي الكبير، خاصة أنه سيكون تحت تصرف فريق شبيبة القبائل. هذا هو الجديد الذي أردنا أن نقدمه لكم في هذا الفيديو عن الانتهاء من أشغال ملعب تيزي وزو الجديد. إلى اللقاء.